منذ نعومة أظافره والموسيقى حبه الأول، وحين أصبح شاباً سبقته أنغامه إلى النور. فالألحان تحتاج دائماً للشعاع والبريق ولمساحة ترتاح بين أحضانها، فكان السهل الأخضر واسعاً كثيراً وخصباً أكثر. ولد أحسان المنذر في بيروت عام 1947، وهو في الأصل من بلدة شمسطار في البقاع. كانت الموسيقى هوايته منذ البداية، أما والده فكان تاجراً ولكنه يهوى الموسيقى أيضاً أكثر من البيع والشراء، وفي إحدى المرات كانت آلة الأكورديون من نصيبه على طريق الصدفة. الموسيقى بدأت كتير مبكرة بحياتي، لأنه كان الوالد الله يرحمه كان حاول يتعلم عود وجاب أستاذ عود وما قدر يستوعب، فعلى طول كان أسطوانات عبد الوهاب عنا وأم كلثوم ويسمعها، فيعني نحن وعينا في موسيقى بالبيت ولكن مش عزفا وتنفيذا من حدا عم يعزفها، حدا معجب بالموسيقى. وما لقيت حالي إلا لما كان خيي عم يقدم سيرتيفيكا ونجح فيها، قام طلب أكورديون هدية، فإجا الأكورديون على البيت وأنا كان عمري 7-8 سنين. أنا اللي يعني تولعت فيه أكثر من خيي، فصرت أعزف هيك وكل غنية اسمعها حاول إني جيبها على الأكورديون هيك بقبشها. التحق أحسان بالكونسيرفاتوار الوطني حيث تعلم العزف على البيانو في 12 من عمره، ولكن دراسته الموسيقية لم تثنه عن تحصيله العلمي، ففي العام 1963 وبعد أن نال شهادة البكالوريا سافر إلى القاهرة حيث دخل الجامعة لدراسة العلوم النفسية والاجتماعية، وفي الوقت نفسه دخل المعهد الموسيقي العالي للأهرام لدراسة الموسيقى الشرقية. في القاهرة اندمج أحسان في فرقة أجنبية وكانت تجربته الأولى فيها كعازف غربي لمدة 2، فأضحى بين ليلة وضحاها أحد أبرز العازفين فيها. بعدها عاد إلى بيروت ومنها إلى إيطاليا في العام 1970، حيث درس أصول الموسيقى الغربية وأسس لفرقته الأولى، ولكنه بعد أن غاص في بحر الموسيقى الغربية عبر منها إلى الأنغام الشرقية التي تأسس عليها، وأولى أعماله كانت من خلال برنامج استوديو الفن مطلع الثمانينات. لما رجعت 1980 كنت عم بعزف بأحد الفنادق بيانو، ووقتها سيمون أسمر وروميو لحود إجوا تسمعوني، ولما عرفوا أنه أنا دارس وبقرأ نوتة فعرض علي برنامج استوديو الفن 1980، ومن وقتها توليت قيادة الفرقة الموسيقية وبلشت وزع وبلشت لحن، وتعرفت على كان وقتها راغب عليمي وماجد الرومي، طبعا هدول من تلاميذ استوديو الفن، وأحمد دوغان ربيع القولي، فمن وقتها فت على الغنية مثل ما بيقولوا على الساحة الموسيقية. تخرج من المعاهد الإيطالية فأحيا أحلى ليالي إيطاليا على الأورج الغربي سنوات عديدة، ثم عاد إلى لبنان ليثبت انتمائه إلى وطنه، فحول الأورج الغربي إلى شرقي وابتدع أجمل الألحان، أطلق عبرها عدة نجوم بالغناء على مستوى سوبر ستار الحقيقي. تأثر أحسان المنذر إلى حد كبير بألحان محمد عبد الوهاب وبليغ حمدي والرحابنة، وقبل أن يتجه إلى التلحين كانت أولى تأليفاته الموسيقية مقطوعات موسيقية عرفت باسم السهل الأخضر، بعدها مقطوعة رباب ورقصة ندى وإزميرالدا، وكل هذه المعزوفات الموسيقية سبقت الألحان للأغاني.
أنا بعتبر الأستاذ إحسان من المؤلفين الكبار جداً واللي منفتخر فيهم بلبنان، واللي فعلاً بيعرفوا شغلتهم. يعني وسط هالموجة أو هال إذا بدي أقول الفوضى الفنية الموجودة على الساحة، كتير مؤلفين عم بيطلعوا أو ملحنين بس ألحانهم يعني مش نابعة منهم، مأخذين من هون ومن هون. فعلا بيتميز استاذ احسان بانه الالحان نابعه منه، وانسان فعلا بيعرف شغلته. والاحلى من هيك انه فنه عنده ميزه خاصه لبناني، ويعني لحنه بيجمع بين اللبناني والغربي. بينعد انه هو مؤلف عنده فن حضاري. أراد أحسان المنذر أن يكون نموذجه الخاص في الموسيقى، ففي 30 من عمره بدأ التلحين، وكانت الفنانة ماجدة الرومي أول من أنشدت له ما حدا بيعبي، الوداع ونبع المحبة. كما عمل قائداً لفرقتها الموسيقية لمدة 10 سنوات، ومن حينها بدأ أحسان يسير بخطى من سار على الدرب وصل، تاركاً خلفه شذى عطور تطيب لها الأنفاس. الملحن هي انه انا اول ما وزعت غنيتين لماجد الرومي، وهذا تعارف يعني اللي حصل، كانوا لنور الملاح. اول وحدة عم يسألوني الناس عليك، وتاني وحدة خدني حبيبي على الهنا. فمن اعجاب ماجدة بالتوزيع الموسيقي اللي صار، وطبعا كل الناس بتعرف قدي نجحت هالاغاني، فسألتني قالت لي انت بتوزع هيك حلو، هل انت كمان بتلحن؟ قلت لها أنا إذا لحنت يعني يمكن لي أسلوب خاص. قالت لي معلشي، فكتب لي مارون كرم وقتها نص، كانت حرب اللبنانية طبعا كلنا بنعرف، نص يا نبع المحبة، فلحنت لها إياه وغنيت لها إياه، وكانت كتير كتير معجبة فيه. قالت لي مش معقول كيف أنت صورت هالخلافات وهالحرب وهال بهالدعاء هيدا. رجعت عطتني نص كلام كان أعطي إلى ملحن عظيم يعني قبل، ولحنه بطريقة شعبية هيك يعني. فقالت لي أنت كيف تنظر لهاللحن؟ قمت لحنت لي على طريقتي، ما حدا بيعبي مطرحك بقلبي وهيك. وبعدين قصيدة وداع، وهذا كان يعني مفتاح التلحين، هو يا نبع المحبة. هالغنية أنا بتعني لي كتير. بعدين باستوديو الفن كان في راغب علامي وأحمد دوغان والآخري، فراغب تقريبا تبنيته فنيا، كان عمره 18 سنة، وعملت له أغاني ضربوا أوين، بكرة بيبرم دولابك، لو شباكك على شباكي، ما أعرف شو. فصارت تجي حفلات كتير، ووقتها أنا كنت قائد فرقة الموسيقية، مرة لماجد الرومي مرة لراغب علامي. وبعدين سافرت كتير معهم، ورجعت طبعا وليد توفيق عملت له غنيتين حطهم بفيلم اللي مثله مع رانيا شوقي، هيدا سنة 90. وبلشت يعني بتعرف الألحان شي وزعه وشي لحنه. فبحقب بسنة 85 كانت التوب 20، العشرين غنية الأولى يا أنا ملحن 4 منها يا أنا موزع 16 وحدة. كانت لأحسان المنذر محاولات مختلفة في التلحين عبر الإذاعة اللبنانية، فبعد أن دعاه المايسترو توفيق الباشا إلى الالتحاق بفرقة الإذاعة كعازف أورك وبيانو، شجعه حتى ترقى إلى مخرج إذاعي، ثم إلى خلافته في رئاسة الدائرة الموسيقية في الإذاعة اللبنانية عام 1985. وهناك أتاح له الباشا فرصة التلحين لصوت المطربة وداد،
وأغنية عم بحلم بمديني من كلمات مارون كرم. يعتبر أحسان المنذر أول من أحدث نقلة نوعية، فكان القدوة والمثال، إذ ساهم في انتشار آلة الأورج والعزف عليها، وهذا لم يكن مألوفاً من قبل. وفي العزف رافق السيد فيروز عازفاً على البيانو في مهرجان الأهرام في مصر. أما التلحين عند أحسان المنذر فلا يدرس، لأن الموهبة تولد مع الإنسان، ودراسة التأليف الموسيقي تصقل الموهبة وتهذبها. فألحان أحسان المنذر يغلب عليها الطابع الكلاسيكي، فهي قريبة إلى السمع والقلب معا. في شغلة بحب أنا بسميه، أنا أعطيه تسمية لأستاذ أحسان، ملحن الشاب الكبير. ليش الشاب الكبير؟ قليل أو بالأحرى نادر وجود ملحن يقدر يرضي أجيال، يعني يرضي الجيل السابق ويرضي الجيل الحالي بالتلحين. يعني كبير قادر يعطي أي فنان كبير مهما كان مستواه وينجح معه يعطيه ألحان، وقادر يعطي أي شاب لو كان مبلش جديد وينجح معه. يعني هالفرق هيدا، وبتعرفي ذوق الموسيقى بيختلف من جيل لجيل، ولكن أستاذ أحسان هيدا بيشهد له فيها أكتر شغلة، إنه قادر يرضي الجيلين. يعني بوقت اللي عم يعطي من كبار النجوم قادر يعطي كمان الموجود مبلشين جديد أو الناس المخضرمين، وأكيد في له نجاحات مع راغب علامي، مع رامي عياش. هيدي شغلة مميز فيها كتير أستاذ أحسان. أحسان المنذر الموزع لا يقل موهبة عن الملحن والمؤلف الموسيقي، فهو بدأ رحلته الفنية موزعاً موسيقياً لأشهر تراث سيد درويش والرحابنة. أما بالنسبة لقيادة الفرقة الموسيقية فلها دروس مختصة يقول أحسان. لكل حركة من اليدين مدلول وترجمة خاصة، يستطيع القائد بواسطتها جمع الفرقة بنفس وإيقاع وإحساس واحد. وانطلاقاً من دراسته الموسيقية استطاع أحسان المنذر أن يكون قائداً لفرق موسيقية لفنانين عدة. قيادة الفرق الموسيقية هي ناتجة عن دراستي للموسيقى، لأنه درست الموسيقى، لأني درست التوزيع الموسيقي، صرت سمي يعني أقول عن حالي قائد فرقة. وهالشي هيدا منه تجني، لأنه شغلة بستحقها وبستاهلها، والعلم اللي أنا ورجيته بالتوزيع الموسيقي بدل قدي أنا إذا وقفت على رأس فرقة موسيقية. وهالشي هيدا من سنة 80 لمدى 8 سنوات 10 سنوات كنت أنا الحقيقة يعني قائد الفرقة الوحيد بالميدان، يلي برامج كتير حتى أردنية، المرحوم حسيب يوسف حتى بسهرات شرقية كنت أنا كمان اتولى قيادة الفرقة لنجوم كبار،
وما حدا بيقدر ينسى لما طلعت معنا أصالة نصري غنت لسه فاكر سنة 88 كانت أول مرة بتغني هيك. ف باستوديو الفن أنا كتبت النوطة لكل تقريبا ريبرتوار أم كلثوم وعبد الوهاب. وب 88 كمان كنت قائد فرقة كمان كتبت دونت كل الأغاني الصعبة. هلا اللي اجوا بعد مني وجدوا كل شيء على بساط الريح موجود لانه كان مخرج البرنامج دائما ياخذ نسخ من النوطات. فانا باختصار سهلت كثير من المهمات على ناس لانه الاملاء الموسيقي اللي درسته بايطاليا كان كثير صعب. يعني لازم ابرم ورا البيانو ويحطوا 10 أصابع عم يدقوا لازم أنا أكتبهم شو كانوا العشرة هون ولا هون ولا. فكان في مهمة خطيرة. حاز أحسان المنذر على جوائز عالمية عدة منها أغنية طيري طيري التي ترجمت إلى الإيطالية في بولونيا 1989، وكذلك جائزة الميكروفون الذهبي الأول عام 1994 بأغنية لا أريد اعتذاراً بصوت سمية البعلبكي في تونس، وجائزة مهرجان القاهرة عام 1996 عن أغنية نهر الأيام شعر إيليا أبو شديد وغناء لور عبس. يعني الحقيقة الإنجازات الموسيقية اللي أنا كتير بعتز فيها أكتر شيء، وكمان طبعاً اللحن يلي كتب كلماته نزار أباني الشاعر العظيم، واللي أنا أول ملحن لبناني يعني بلحن لها الشاعر الكبير نزار أباني. كلمات طيري طيري يا عصفورة يلي صارت أغنية أطفال بإيطاليا، وكمان غنية ربحت جائزة الإذاعات العربية مع سمية بعلبكي كتب أنور سلمان اسمها لا أريد اعتذارا. كمان مع لور عبس ربحنا الجائزة الثالثة بالأغنية العالمية بمصر من شعر إيليا أبو شديد يا نهر الأيام. وألحان كتيرة لراغب علامة مثل عن جد بقلك عن جد لو شباكك وغيرها، وليد توفيق ونتصارح جوليا وقف يا زمان. في كتير اشياء يعني انا راضي عنها ومبسوط فيها. بطل عجبها لنزيه المغربي الله يرحمه. عم بنسى يعني هن كتار بس قليل. يعني كنت ندمان على لحن الا لانه يمكن صاحبه شوي ما قدي مزبوط. اما بالنسبه للتوزيع الموسيقي فانا في كتير اغاني وزعت لها موسيقتها مثل صيدلي يا صيدلي عزار حبيب، مثل يهل الهوى لتلومونا ربيع الخولي، عم يسالوني الناس عليك كمان ماجد الرومي. في كتير اشياء انا مبسوط فيها وراضي عنها. من أعمال حسان المنذر أيضاً موسيقى تصويرية لأفلام عديدة ومسلسلات تلفزيونية وبرامج تلفزيونية عديدة على أكثر من محطة. يمكن أحلى ما أعطاه لإلي أستاذ إحسان هو ترتيلة يا سيدة لبنان للسيدة العذراء، فأنا هون بتشكره وبتمنى من قلبي أنه تحميه دايماً وتخليه بصحته وتخليه لعائلته. من الناحية الإنسانية خليني كمان أذكر أنه إنسان طيب كتير وصادق ومؤمن، بيرتاح الواحد بالشغل مع أستاذ أحسان. وبتمنى يا رب أني أرجع أشتغل معك أستاذ. يشغل أحسان المنذر اليوم منصب نائب رئيس جمعية المؤلفين والملحنين سسام، ويتابع حالياً نشاطه الموسيقي في الاستوديو الخاص به. وعلى جدول أعماله أكثر من لحن جديد ولقاء مع أكثر من صوت. همه الموسيقى الجيدة، فالناس عنده مازالت تتذوق الموسيقى
وتختار الجيد. والغد عند المنذر حلم بدأ منذ الأمس بتحقيقه.